إذا بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل في تقديم دروس السنة الثانية فيما يخص الزوايا. عندنا تمرين شامل، لاحظ في التمرين راه فيه جزء، أعطانا ثلاث مستقيمات، أعطانا زاويتان، وأعطانا قاطع واحد. السؤال الأول قال لك احسب كل من الزوايا وبين أن المستقيمان متوازيان. غادي يكون تمرين بهذا الشكل في الفرض أو في الاختبار لهذا الفصل. شغلنا احسب، قيس الزاوية X ب A. شغلنا نديره نروح نحدد هذه الزاوية X ب A، ها هي الزاوية. شرح عطينا، راح عطينا X X فتحة Y Y فتحة مستقيمان متوازيان. إذن ماذا نكتب؟ شنو نكتب هنا في التمرين؟ لدينا هيا قولوا لي X X فتحة Y Y فتحة متوازية، X X فتحة يوازي Y Y فتحة. نكتبها رياضيا وليس لغويا، صحيح لغويا يعطيها نفس التمارين، نترجموها رياضيا. زيد شو عندنا؟ الكا أو نسميه أبي قاطع لهما، آسي قاطع لهما، نفس الشيء نفس التسمية. أي زيد شو عندنا؟ شو قال لي حوس؟ قال لي حوس على الزاوية X ب A تقايس أي زاوية؟ هذه الزاوية Y C B. ممتاز، Y C B شحال تساوي؟ 50 درجة. أي كي دايرين زاوية؟ بالتبادل الداخلي، بالتماثل، وكأنه هذا المستقيم مكاش، وحدة داخلية وحدة خارجية، إذن هما كي دايرين؟ متبادل بالتماثل. دروك شا قال لي؟ حساب قيس الزاوية ك سي إيكغراك. شا قلنا ندير؟ نروح نحدد هذه الزاوية ك سي إيكغراك، ها هي الزاوية. هاي كيفاش نحسبها؟ هذو الزوج كيفاش دايرين؟ زاويتان، اهدر كي دايرين زاويتان؟ درناها في التمارين السابقة، متجاورتان. زاوية هذه كيفاش دايرة؟ نوعوها مستقيمة، زاوية المستقيمة قيسوها كم؟ 180. إذا نقول عن هذه الزاويتان أنهما متكاملتان. متكاملتان، شو معنى متكاملتان؟ قيسهما 180 درجة. إذا ك سي إيكغراك زائد ك سي إيكغراك زائد إيكغراك سي بي شحال تساوي؟ 180 درجة. ك سي إيكغراك زائد 50 درجة شحال تساوي؟ 180. إذا ك سي إيكغراك تساوي 180 ناقص 50 درجة، شحال تعطينا؟ 130، 180 درجة. إذن هذه هي قيس هذه الزاوية شحال؟ 180 درجة. السؤال الثاني إثبات أن زاد زاد فتحة يوازي إكس إكس فتحة. روح نحدد المستقيمان، ها هو المستقيم ذا مع هذا المستقيم، هاي شا عندنا؟ قال لك بين أنهما متوازيان. لدينا زاد زاد فتحة و إكس إكس فتحة مستقيمان. ممتاز، الكا قاطع لهما. ممتاز، زيد زاد أ زاد أ ال تساوي إكس ب ب ال ولا أ نفس الشيء، شحال تساوي؟ 50 درجة. باش بالتماثل، متماثلتان، وحدة داخلية وحدة خارجية. إذا في الأخير ماذا نقول؟ إذا إكس إكس فتحة يوازي زاد زاد فتحة. وهنا كملنا هذا التمرين تاعنا.